السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اخواني اخواتي، عندنا مواضيع ساخنه. هنشوفوا بلاد العسكر اللي قطعت البارح الجلسه ديال مجلس الامن، وهي اللي دخلت واحد جوج ديال التعديلين عود المنشي توقف عليهم، قررت تهرب. زيد عليها غنشوفوا الكلام ديال سفير فرنسا في الامم المتحده، اشنو قال على المغرب، كيفاش دافع على مغربية الصحراء، وكذلك عمر هلال اللي قال كلام خطير، كلام على الجزائر وكلام على الوضع في الصحراء، وكذلك شنو هي الحالة ديال فين وصلت الملف ديال الصحراء المغربية بعد الاعتراف الفرنسي لمغربية الصحراء. ولكن إذا سمحتوا لي قبل ما ندخلوا في هذه المواضيع، بغيت هنوريكم واحد الفيديو اللي انا في الحقيقه ازعجني. واحد الفيديو ديال تبون كيستقبل بن بطوش، كيستقبلو على اساس انه رئيس دوله، ولكن كيستقبلو وجايبين معاهم واحد الدريه صغيره. ما عجبنيش داكشي اللي شفت. انا غنوريكم هذا الفيديو، هذا سمحوا لي ما كاينش فيه الصوت، وانتم قولوا لي واش هذا الشيء طبيعي. انتم شوفوا هذا الفيديو، هذا شوفوا كي داير. انتم هنايا راه بن بطوش كيستقبلوا تبون، كيمشيو عند هاد البنيته هادي. انتم كتشوفوا القبولات، عاوتاني غيزيد يبوسها من بعد بن بطوش، غيعاود يبوسها تبون، وهذا كله سلوك مرفوض. تا واحد مازال في هذا العصر هذا ما كيستقبل رؤساء الدول وكيجيب دراري صغيرين، منظر غير مقبول نهائيا. علاش كنذكر انا هذا الشيء؟ هادو هما الناس اللي حنا فاردينهم علينا، وقال لك خصهم يجلسوا معكم في طاوله المفاوضات. مزيان يجلسوا معاهم في طاوله المفاوضات، ما عنديش انا مشكله، يجلس المغرب وموريتانيا والبوليساريو وبلاد العسكر، لكن شوف مع من ولينا كنجلسوا. كنجلسوا مع ناس مازالين كيستقبلوا المسخ، ولكن تصور رئيس دوله اجنبي من غير المسخ ويجيبوا طفله صغيره. هادشي ما بقاش كيدار. هادشي ديال الاستقبال بالدراري الصغار راه ما كنظنش واش مازال شي دوله في العالم كدير هاد النوع ديال السلوكيات. نبقاو في بلاد العسكر. تصوروا اخواني اخواتي، البارح الجمعه خرج القرار الاممي، القرار 2756 اللي في الحقيقه ضربه كبيره لبلاد العسكر وهزيمه لا دبلوماسيه ديالها، ومن طبيعة الحال انتصار للدبلوماسية المغربية. لكن خليونا نشوفوا التفاصيل اللي في الحقيقة عندها علاقة بالبارح، واللي ما خرجات حتى سال القرار وصوت مجلس الأمن، ونهزموا تعديلين كان حاولت تدخلهم بلاد العسكر نهار الخميس، ومنين عرفات أنه ما يمكنش يدوزوا نهار الجمعة، عمر بن جمال سفير الجزائر في الأمم المتحدة جاء الامر من عند عطاف اللي خدا الامر من عند شنقريحه، قال لي ما تحضرش. تعديلين. دابا اشنو طرا؟ بلاد العسكر عندها عضويه غير دائمه في مجلس الامن ياك، وتاقت وحساب ليها بان صافي الكتاف تقادو، ان بلاد العسكر تقادت مع امريكان والانجليز والصين وروسيا وفرنسا، دوك الدول اللي عندها دوك الدول الخمسة اللي عندها عضوية كاملة في مجلس الأمن. بغيت نسمعكم بعدا أشنو قال عمار بن جامع، غتسمعوه ومن بعد غادي نتاخذ لواحد آخر اللي قال واحد الكلام ما كانش يحلم يسمعو في الحقيقة لا المغرب ولا بلاد العسكر، بسبب فين وصلت من طبيعة الحال العلاقات المغربية الفرنسية. أسمعكم
شنو قال عمار بن جامع السفير للجزائر المتحدة غير في ديك اللحظة اللي غيقول لك كيعلم فيها انهم غدار وهم ما جايينش. وديك الساعة نكملوا في التحليل ديالنا، فين كان عمار بن جامع؟ ها هو عمار بن جامع بعدا لاحظوا راه كيتكلم باللغة الفرنسية، هذه الجزائر اللي مخاصمة مع فرنسا. عمار بن جامع سفير الجزائر في الأمم المتحدة وكيهضر من مجلس الأمن، وعلما أن اللغة العربية من اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، يعني تهضر غادي يترجموا لك لغة معتمدة، لغة ديال الأمم المتحدة، من اللغات الخمسة ديال الأمم المتحدة. عمار بن جامع السفير الفرنسي في الأمم المتحدة كيتكلم بطبيعة الحال بلغة وطنه الأم اللي هو فرنسا. Vous l'avez sans doute noté, l'Algérie a décidé en toute لاحظوا بأن الصوت ديالو كريه. conscience, en toute responsabilité, de ne pas participer au vote de cette résolution. قال لك سيدي راكم لاحظتوا بأن فرنسا الجزائر بكل مسؤولية ووعي ما غاداش تشارك في التصويت ديال هذا القرار. كيقصد القرار 2756 اللي خرج البارح الجمعة، قال لهم ما غاديينش حنا نصوتوا. الحقيقة جوج ديال الدول فقط اللي امتنعات على تصويت هذا القرار، امتنعات ما رفعتش يديها وعارضت. هاد جوج ديال الدول هي روسيا وموزمبيق. روسيا حنا عارفينها انها كتحتار من المغرب ما بغاش تصوت ضده، وموزمبيق ما بغاش حتى هي تصوت ضده، امتنعت عن التصويت لانها موزمبيق كتفكر دير خطوة كبيرة مع المغرب واحتمال جاية خطوة قريبا جدا. عمار بن جامع اللي بلاد العسكر هي اللي دخلت جوج ديال التعديلين واللي امريكا رفضتها رفضا قاطعا، امريكان وفرنسا واسبانيا والمانيا والانجليز كلهم ودول اخرى رفضوا هاد الهضره هذه. شنو بغا يدير بلاد العسكر؟ لان الخميس ترفضت الكلام ديال بلاد العسكر، قالوا لهم خصنا دابا استفتاء تقرير المصير. امريكا وفرنسا قالوا ما كيناش، قالوا لبلاد العسكر ما كيناش تقرير المصير من اجل الاستفتاء. جا نهار الجمعه اللي هو البارح قال لهم اوكي مزيان، ايوا ارشدوا اللغه ديال هذا القرار 2756 اللي بالمناسبه كيزيد عام ديال المهمه ديال المينورسو، يعني حتى اكتوبر 31 2025. قال لهم جوج ديال النقاط وهذا هو الجديد اللي بغيت نناقشه معكم، غادي نضيفوا نقطه عندها علاقه بالوضع ديال حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبيه ومراقبه حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبيه. امريكا قالت له علاش كتهضر، هذه ماشي خدمتنا، ما خدمتناش حنا نراقبوا حقوق الانسان، حنا خدمتنا نهضروا واش غنمدوا المينورسو ولا صافي نبداو عمليه انزال الحكم الذاتي. اما القضيه ديال تقرير المصير ولا الاستفتاء هذيك راه هضره ما كيناش. بلاد العسكر تقلقات ومشات. تخيلوا معايا ما حضروش الجلسة وما صوتوش ضد، علاش هرب بكل جبن تبون من مجلس الأمن؟ من كيهرب عمار بن جامع راه هرب تبون، لأن شكون كيمثل عمار بن جامع؟ كيمثل رئيس الدولة الجزائرية تبون. واللي كاين اللي غيقول لا عبد اللطيف راه كيمثل شنقريحة، أنا معاك كيمثل شنقريحة. علاش هرب؟ حيت بلاد العسكر تجبن وكتخاف وكترعد وتخشى ومخلوعة وما تقدش وما تصورش انها تعارض ميريكان، ما قدوش يوقفوا في مجلس الامن وتكون عندهم عمود فقري ويجلس هكا ومنين يقول شكون اللي كيعارض هذا القرار 2756 اللي هو قرار امريكي صيغة امريكية. شكون ماشي غير ممتنع وما جاش، روسيا حضرات ممتنعات عن التصويت، دول اخرى حضرات ممتنعات عن التصويت، بالك ودي
ما قدوش ما نعرضوش المغرب طبعا، وما نقلقوش الناس اللي كيدوروا معنا، لكن حنا ماشي ضد المغرب. والجزائر مشى هربات، شكون اللي حضر؟ حضر السفير الفرنسي. تعالوا دابا الله يخليكم نسمعوا السفير الفرنسي اشنو قال، كيردد الكلمات والمصطلحات اللي استعملها ماكرون داخل البرلمان المغربي. داكشي علاش انا كنقول ان سفير البلاد اي بلاد في الامم المتحده هو راه كيمثل رئيس الدوله ديالو. صمتوا شنو كيقول السفير الفرنسي في الامم المتحده، في الامم المتحده، وقولوا لي واش ممكن كنا نحلموا حنا كمغاربه ان هو السفير الفرنسي. Madame la Présidente, notre position est connue. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté. بالضبط. نفس الكلام، كلمة بكلمة. نفس الكلام اللي قاله إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في البرلمان المغربي، الخطاب ديالو نهار 29 أكتوبر 2024، ها هو كيقولوا سفير فرنسا في الأمم المتحدة. نفس الكلام كلمة بكلمة، يقول أن بالنسبة لفرنسا حاضر ومستقبل الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، حكم ذاتي تحت السيادة المغربية. dans lequel cette question doit être résolue et notre soutien. وأنها خصها تحل في هذا الإطار، يعني النزاع المفتعل ديال الصحراء المغربيه غادي تحل في اطار الحكم الذاتي المغربي تحت السياده المستعمره بطبيعه الحال. Au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions de ce conseil. قال لك هنا الحل ديال الحكم الذاتي هو الحل الوحيد اللي كاين، اللي كيضمن طبيعة الحقوق وحل عادل وحل كيضمن الحقوق ديال الكل، لان حكم ذاتي موسع تحت السياده المغربيه. السفير الفرنسي في الامم المتحده تيقول لك هو اللي كاين، ما كايناش شي حاجه اخرى. اللغه غدا وكتبدل، شكون اللي خدام كيبدل اللغه؟ ماشي سيستم نظام الامم المتحده، بل اصدقاء المغرب اللي عندهم كراسي في الامم المتحده. فالمغرب خدمها بطريقة ذكية، فرض الأمر الواقع من طبيعة الحال عنده أصدقاء، ودابا هاد الأصدقاء هما خدامين كيبدلوا بالنيابة على المغرب لغة النظام ديال الأمم المتحدة. بالمناسبة واحد الجملة خطيرة كاينة في النص الأمريكي ديال القرار 2756 اللي تناقش البارح في مجلس الأمن وداز وصوت بنعم على تمديد المهمة ديال المينورسو. شنو هو هذا الكلام؟ القرار الأمريكي كيقول أن هناك شي حاجة سميتها الأمر الواقع، تهدر على الأمر الواقع. شنو هو الأمر الواقع؟ أن المغرب موجود في الأقاليم الجنوبية، أن هناك استثمارات، أن هناك قنصليات. بلاد العسكر ما فهموش واحد النقطة مهمة، خليني اليوم نفهمها اليوم. دابا نبداو باخر حاجه طرات ونرجعوا للور. اخر حاجه طر، اخر تطور بدا دابا في الامم المتحده شنو هو؟ هو خدام، هو قنصليه فرنسيه في مدينه العيون، هذا اخر تطور ياك. شنو كاين عاوتاني؟ استثمارات فرنسيه جديده في الاقاليم الجنوبيه بما فيها محطه ديال التحليه، استثمار فرنسي. شنو كاين اخر؟ قنصليات أجنبية. شنو عاوتاني كاين؟ استثمارات كبيرة ديال شركات ودول أجنبية في الصحراء المغربية. علاش ما انتبهاش؟ شنو هو الأمر اللي ما انتبهات ليش الجزائر؟ هاد الاستثمارات ديال شركات كبيرة إنجليزية، أمريكية، فرنسية، إيطالية، صينية، روسية، هاد الشركات راه داخل فيها راس المال الحكومي وراس المال الخاص، اللي نفرض غترجع حاجة الله يحفظك، واش المصالح اللي مور هاد الشركات غادي يسكتوا على هاد الشيء؟ غادي يقولوا البوليسار ولا بومطو صافي ديوه الله يعاوننا ويعاونكم؟ من طبيعة الحال
غادي يقلبوا العالم رأسا على عقب باش ما تمشيش وما يسمحوش في المصالح ديالهم. تمثيليات الدبلوماسيه اللي كاينه في الاقاليم الجنوبيه، القنصليات، واحد النقطه عمرنا ما هضرنا عليها، الله يحفظ طراشي حاجه، رغم انني كنقول ولا في الاحلام اللي نفرض جادنا طراشي حاجه. هذه التمثيليات الدبلوماسيه اللي هي قنصليات ومحميه بمعاهده فيينا، معاهده فيينا كتحمي ديك القنصليات، شنو غادي يديروا بمبطوش البوليساريو؟ غادي يمشيو يهجموا على القنصليات، غيطردوا القناصله، غيردموا القنصليات؟ ما يمكنش، محميين بمعاهده فيينا. فالمغرب ملي كيجيب استثمارات وكيدير وتيطبق دبلوماسيه القنصليات ومشاريع كبيره اجنبيه، في الحقيقه راه صعب عوده الصحراء لشي جهه اخرى من غير عودتها الى الوطن الام. مستحيل. هذه هي الصدمه ديال بلاد العسكر. تخيلوا معايا اخواني اخواتي، تصوروا هذه الهضره اللي قلت لكم، راه بزاف اللي ما كانش فاهمها، بزاف اللي ما عارفهاش، وانا متاكد ان تبون ملي غادي يشوف هذا الفيديو مازال غيزيد يقول لهم خوتي انا مانيش فاهم، عاد يفهموا هذه الهضره اللي قلت لكم انا، عاد غادي يفهموا. ولا خلوني عافاكم، شنو رايكم نمشيو لعمر هلال هو اللي غادي يفهموا؟ متفقين؟ يلا نمشيو لعمر هلال على بركة الله، نطلبوا من السفير ديالنا في الأمم المتحدة عمر هلال هو يفسر لتبون داكشي اللي ما فهموش. احنا نمشيو ان شاء الله لعمر هلال هو اللي غادي يفسر لتبون النقاط كلها اللي ما فهمهاش. تبون انت واجد، هاو عمر هلال غادي يشرح لك كلش. ثلاث سنوات فما ما فيش لا حرب، في مناوشة مرة يعملون أشياء من بعد ويهربوا، هذه ليس حرب. وأدعوك لقراءة تقرير تاع الأمين العام، أن ليس هناك حرب، ليس هناك لا أموات لا دماء. دابا هنا علاش كيهضروا عمر هلال؟ بلاد العسكر السفير عمار بن جامع في الأمم المتحدة البارح الخميس، حيت هو الجمعة هرب من عمر هلال، عمر هلال كان تما، عمار بن جامع هرب. نهار الخميس عمار بن جامع كان تيقول للناس ديال مجلس الامن راه كاينه حرب في الاقاليم الجنوبيه، ان البوليزاريو والمغرب راه في حرب منذ القرقارات 2020 ديسمبر 2020، وكاينين بيانات عسكريه من ذاك النهار. دابا واقيلا راه وصلوا البيان 525 مليون، البيان رقم 525 مليون، كيروجوا بان المغرب والبوليزاريو في حرب العالم كامل والمينوسو. والتقرير اللي دار وترفع الامين العام للامم المتحده غوتيريس، ما فيهش كلمه حرب، كاين مناوشات، كاين ضرب وهرب، حرب ما كايناش نهائيا. سمعوا كذلك واحد النقطه مهمه غادي يذكرها عمر هلال، وهذه النقطه خصو يفهمها تبون. يلا تصنت تبون، تصنت. إغلاق الملف في الجزائر، يوم الجزائر تقرر كان أخطر ما قال عمر هلال منذ خدا المهمة ديال الممثل الدائم ديال المغرب في الأمم المتحدة. سمعوا شنو قال. قال لك إغلاق هذا الملف راه في يد الجزائر، راه غيقول لك كلام آخر، حنا جايين ليه. إغلاق هذا الملف في يد الجزائر، كيفاش؟ هاو تبون غادي يشرح لك كيفاش. انا 100% ان تبون قال خاوتي نقول لكم حاجه انا ماريش فاهم، هاو غادي يفهمك تبون. تقف دعمها السياسي والعسكري والمالي وتترك اراضيها تحتضن فيها يعني مرتزقه، تحتضن فيها مجموعات مسلحه، هذاك اليوم سوف يحل المشكل. إذا المشكل في الجزائر، النهار اللي غادا تقرر البلاد العسكر توقف الدعم المالي والعسكري والمعنوي والدبلوماسي والغطاء السياسي واللوبيات اللي كتخلص بلاد العسكر الفلوس باش يدعموها وتجري على عباد الله من المخيمات، يعني
يعني الميليشيات المسلحة هذاك نار غادي تحل هذا الملف. لكن عمر هلال غيقول واحد الكلمة خطيرة غادي يزيد، غيقول ان هذا الشيء غادي يتحل في الجيل ديالنا، بمعنى راه ما بقاش عند بلاد العسكر حتى شي حاجة حتى شي حل الا انهم يسلموا المغرب ويسلموا ان المغرب غلبهم. سمعوا شنو غيقول عمر هلال. املنا ان هذا الشيء سوف يحصل في جيلنا اما قريب وليس في الاجيال المقبله. على العموم المغرب في ارضه في صحراء، والصحراء في مغربها، وحنا نبني. الجزائر تريد ان تدمر، تريد ان تخلق. الجزائر كتهدم وحنا كنبني. علاش عمر هلال قال لك المغرب في صحراء والصحراء في مغربها؟ هادشي راه مور ما صلاه التصويت، صلاه التصويت وصوتوا على دعم المغرب، خرج قال هذا الكلام. علاش قالها؟ حيت الصيغه الامريكيه اللي تكتب بها القرار اللي دوزو مجلس الامن البارح، داز القرار 2756 ملي كان ذكرات قاديه الامر الواقع، قالت كنا هناك واحد الامر الواقع في الاقاليم الجنوبيه ديال في المغرب خصنا نعترفوا به، هناك امر واقع. هاد القضية دارت الحلاقم لعمار بن جامع، اتصل بشنقريحة اش ماش نعملو شنو غنديرو، قال له ما تحضرش، قال له عمار بن جامع تاق حيت عندهم داك ستاتيو ديال انهم عضو غير دائم في مجلس الامن، قال له نصوتو ضد ميريكان، قال له واش انت حماقيتي يا فرس النار، واش تسطيتي هبلتي خرج لك عقلك، وانت تسخر اللور. هو يتسخر اللور عمار بن جامع تاق، قال لك صافي نصوتو ضد ميريكان، قال له شنقريحة صافا بغيتي ميريكان تمحينا من الخريطة رجع اللور. هو يرجع اللور مشاكل، ولكن احنا ما بيهمناش، يهمنا هو عزيمتنا قوتنا والإرادة ديال الشعب وملك والإرادة الدولية التي تساند الآن. شوف غير الزيارة ديال ماكرون كيف مرت، تصريح ديال ماكرون يعني القنصليات التي فتحت إرادة دولية ما كاينش لها، ما كاينش لها إرادة دولية، دول دايرة الصف باش هكا تعترف بمغربية الصحراء. رفض اللقاء غادي هذا اللقاء مع الصحافة في البناء ديال الأمم المتحدة، راه غادي يسولوا حتى على القضية ديال الحكم ديال المحكمة ديال الأوروبية ديال العدل، المحكمة الأوروبية، وقال لهم ودي هذا قرار لا يخص المغرب، هذاك الشيء ديال المحكمة، وأن حكمات ليست ذات الاختصاص، تجاوزات الاختصاص الاختصاصات ديالها، وراه هضرنا في هذه القناة وعطيت أمثلة كيفاش أنها تجاوزات الاختصاصات. قالها ليها الاتحاد الأوروبي، أكدها ليها المفوضية لا كوميسيون، وتكلموا نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، دوزت لكم واحد النائبة وهضرات قالت لك ان هذا خرق، هذه محكمه ولات كتحكم في السياسه الخارجيه ديال الاتحاد الاوروبي، وهذا عدم الاختصاص، ماشي من الاختصاص ديالها انها توجه وتملي السياسات على المفوضيه وعلى الاتحاد الاوروبي. عمر هلال كذلك سولوه قالوا له شنو هو التقييم ديالك العمل ديال ديمستور، قال لهم المغرب ما عنده حتى شي تقييم ديال العمل ديال ديمستور. علاش؟ حيت مازال ما دار والو، وهذه قضاء عليا فيها. بالفعل ديمستور هي كيتسارى شاد واحد الطياره عطيها ليه الحكومه الاسبانيه على حسابها، فيها الطبيب، فيها سيرفيس من طبيعه الحال، فيها البيلوت، فيها الموظفين، كيتطح بها في العالم كامل، واوتيلات الامم المتحده كتخلص عليه الاوتيلات والتنقل، واسبانيا دايره على راه الاشاره ديالو طائره كامله مكمله بالطاقم ديالها. المغرب عمرو ما شاف منه شي حاجه ابدا، انما عمر هلال قال واحد الكلمه خطيره جدا، قال لك الاستقاله ديال ديمستورا، حيت تكلمنا على الاستقاله مور ما ديمستورا مشى جنوب افريقيا، مور ما طرح القضيه ديال تقسيم المغرب اللي هي اصلا ماشي فكره ديالو. اول واحد طرح قضيه تقسيم المغرب هو الرئيس بوتفليقة تقريبا شي 2001، خداها منه جيمس بيكر،
ومن بعد عثر عليه هذاك المبعوث روس، المبعوث ديال اللي هو نفس المهمه اللي كان اللي فيها دي مستوره، هو قبل من دي مستوره. فالتقسيم اصلا فكره ديال بلاد العسكر. فقال لهم الى القضيه ديال الاستقاله ديال دي مستوره حنا ما عندنا حتى علاقه بها، الا كان غادي يستقل راه بسبب الجزائر. انا كنظن ربما فيها بطريقه غير مباشره اشنو بينك وبين الجزائر، وربما وهذه من عندي انا. منين قلنا ودي منين دي مستوره مشى لعند جنوب افريقيا، ومن بعد غادي يقول المغرب في ابريل ديال هذا العام هذا يطرح فكره التقسيم امام بوريطة في وزاره الخارجيه المغربيه، ياك وبوريطة اكد هذه الهضره وغيزيد يعاودها في الامم المتحده، اذا بينكم وبين الجزائر. الا كان هو غادي يستقل راه شي حاجه كاينه بينهم وبين الجزائر. اما المغرب شنو قال عمر هلال؟ ياك حنا مازال مستعدين نخدموا مع دي مستور. عرفتي شنو معنى هذه الهضره؟ الاطمئنان. المغرب مطمئن مع الاعتراف الفرنسي، المغرب مطمئن. قلت لكم نهار الخميس الاعتراف كان الاعتراف الفرنسي، نهار الثلاث ديك الجلسه اللي دارت في الامم المتحده زعزعات مجلس الامن. نهار الخميس مجلس الامن ما عرف ما يدير، قال لك اودي واش هذا معناه اننا صافي نبداو في انزال الحكم الذاتي. جاو الاعداء من طبيعه الحال والناس اللي كيلعبوا السياسه ما باغينش يديروا السلام بين الشعوب، وقال لك اودي هذا خلينا مازال شي شويه ارا بعدا غير نمددوا الخدمه ديال المينوسو. اوكي دابا شنو كاين دابا وشنو في المستقبل؟ اللي كاين دابا ان هذا الشيء كله في صالح المغرب. لاحظوا حتى حاجه ضد المغرب ما دارت، كل شيء مزيان. القرار الاممي ديال مجلس الامن 2756 في صالح المغرب ممتاز. المينورسو زيد سيدي مدد عام اخر، حيت شكون هو اللي ما باغيش يشوف المينورسو؟ جوج الناس، الجزائر والبوليزار. علاش؟ حيت تتشهد على الاعمال ديالهم اللي هي ضد وقف اطلاق النار اللي اتفقت عليه الاطراف سنه 1991 المغرب وبوليزاريو. وشكون اللي خرقوا البوليزاريو ديسمبر 2020 في مدينه القرقارات المغربيه؟ شنو جاي لهم في المستقبل؟ واش كيعرفوا مزيان بلاد العسكر، يعرفوا مزيان. لذلك الشنقريحه كان طوق الى عقلتي هذه اسابيع، طوق تندوف وصيفت تما العسكر وزاد عسكرات الحدود مع المغرب. علاش؟ لانه خايفين من ثوره في تندوف. وبن بطوش راه هو اليوم كيحتفل مع تبون ذكرى 70 ديال الثوره الجزائريه وبدايه حرب التحرير. انا متاكد بان بن بطوش يعني غير يخرجوا يتفرج في ذاك الاستعراض العسكري ومن بعد يردوا كره مكبل بالاغلال والسلاسل، وغيكون جابوا تبون باش يشرح ليه الوضع الجديد اللي هو واضحه هزيمه الجزائر وانتصار المغرب، وان في المستقبل القريب انزال الحكم الذاتي واقفال ملف الصحراء المغربيه. والى الابد الى الابد الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كنشكركم على المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.